أهلا بكم. لا شك أن محاولات تهريب البضائع بطريقة غير قانونية عبر الحدود أمر شديد الخطورة، ويؤدي بمرتكب تلك الجريمة إلى عواقب غير محمودة، ولكن في حال نجاحها فهي تجعله من الأغنياء بالطبع. لذلك فالمهربون دائما ما يبتكرون حيلا وطرقا جديدة لخداع ضباط الجمارك، بعضها حيل مجنونة وبعضها ذكية وعبقرية، وبعضها الآخر يكون ساذجا وغريبا للغاية وبشكل لا يصدق. في هذا الفيديو سوف نستعرض معكم أغرب 10 محاولات تهريب، والتي لجأ فيها المهربون إلى أذكى الحيل وأكثرها عبقرية على الإطلاق. ابقوا معنا. العائلة المثالية. عندما تنظر إلى أفراد تلك العائلة وأطفالهم الثلاثة، لا يمكنك بأي حال من الأحوال أن تتوقع أنهم مهربون. فهم يمتلكون سيارة لطيفة ويبدون كعائلة مثالية بعيدة كل البعد عن الشبهات، ولكن لسوء الحظ أن ضباط الجمارك ليس من السهل خداعهم، فقد لاحظوا وجود خدوش مريبة على السيارة مما استدعى الشك، فقاموا على الفور بفحص أجزاء السيارة بدقة، حتى أنهم قاموا بتفكيكها ليتمكنوا في النهاية من العثور على شيء أثبت صحة شكوكهم. فقد اتضح لرجال الجمارك أن تلك العائلة المثالية كانت تحاول تهريب 26 رزمة من الأوراق النقدية من فئة $100. الهروب من السجن. تلك القصة ليست حالة تهريب عبر الحدود، ولكنها محاولة تهريب شخص من داخل السجن، وهي تعتبر واحدة من أغرب محاولات الهروب من السجن في التاريخ الحديث. في عام 2011 قام رجال الشرطة بشيتومال في المكسيك باعتقال سيدة تدعى ماريا ديل مار أركونا أثناء محاولتها تهريب حبيبها خوان راميرز تيكورينا من السجن في داخل حقيبة سفر. وكان راميرز قد حكم عليه في عام 2011 وسبعة بالسجن لمدة 20 عام بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني، ولكن فتاته لم يكن لديها الصبر لتنتظره لتلك المدة الطويلة، لذا فقد قررت اللجوء إلى حيلة ذكية لتهريب حبيبها من السجن، مستخدمة في ذلك حقيبة سفر كبيرة. ولكن رجال الحراسة في السجن قد ارتابوا في أمرها لضخامة حجم الحقيبة ومظهرها الغريب، لذا فقد قاموا بتفتيش الحقيبة ليجدوا راميرز بداخلها متخذ وضعية الجنين. وقام بعض الحراس بالتقاط الصور لراميرز بعد إحباط محاولة هروبه والتي يظهر فيها المجرم سيء الحظ منزعجا للغاية. بعد ذلك تم اعتقال ماريا وإعادة راميرز إلى زنزانته مرة أخرى. حمولة الذخيرة. في ولاية تكساس تستخدم السيارات المسروقة عادة في تهريب البضائع بطريقة غير شرعية عبر الحدود، ولاكتشاف تلك السيارات تم تخصيص وحدات شرطية لفحص السيارات المشتبه بها. وفي إحدى المرات اشتبه ضباط في سيارة كان غطاؤها الخلفي ملحوما ويبدو مظهره غريبا. لاحظ الضباط أيضا وجود عدة مسامير من الواضح أنه قد تم دقها بشكل غير متساوي، وعلى الرغم من كون موديل السيارة قديم إلى حد ما، إلا أن مظهرها قد أثار ارتياب رجال الشرطة إلى حد كبير. على الفور تم فحص السيارة بمساعدة أحد الكلاب البوليسية المدربة، ليكتشف رجال الشرطة كمية ضخمة من الأسلحة النارية والذخيرة مخبأة بإحكام أسفل الغطاء الخلفي للسيارة. تهريب الزواحف. هناك طلب بشكل متزايد على الحيوانات الغريبة في جميع بلدان العالم، لذا فيحاول كثير من الخارجين عن القانون تهريب الحيوانات والزواحف من كل مكان في العالم، بينما يبذل رجال الجمارك قصارى جهدهم للحد من عمليات التهريب تلك. على سبيل المثال، في إحدى المرات استطاع ضباط الجمارك في النرويج اعتقال رجل أثناء محاولته تهريب 14 ثعبانا و10 أبراص عبر الحدود، حيث قام المهرب بوضع ثعابين في جوارب ومن ثم لفها حول جسده، وكذلك قام بوضع الأبراص في صناديق صغيرة ولفها على ساقيه. وقد سارت شكوك رجال الجمارك حول الرجل بعد رؤيتهم عنكبوت ذئبي يتحرك بجوار إحدى حقائبه، لذا فقد قاموا بتفتيشه على الفور ليكتشفوا محاولته لتهريب تلك المجموعة القيمة من الزواحف تحت ملابسه. وبعد ذلك تم اعتقال الرجل ومصادرة الزواحف وإرسالها إلى المختصين.
تهريب الذهب. أحيانا يتمكن المهربون من ابتكار حيل عبقرية للتهريب تجعلك تتساءل في حيرة كيف استطاع ضباط الجمارك اكتشاف الأمر، كتلك الحيلة الذكية التي قام بها اثنان من مهربي الذهب عبر الحدود، حيث قام بخياطة قطع صغيرة من الذهب في ملابسهما وأحذيتهما في محاولة لتهريب ما يقرب من 2.5 كيلوغرام من الذهب الخالص في مطار حضرة شاه جلال الدولي ببنغلاديش. الطائرات بدون طيار. تتقدم التكنولوجيا كل يوم بسرعة كبيرة، ويحاول المهربون اللحاق بركب التكنولوجيا أيضا ومجارات الواقع بتحديث وسائل التهريب خاصتهم واستخدام أحدث المعدات والأجهزة لتسهيل القيام بعمليات التهريب. على سبيل المثال، يقوم بعض المهربين باستخدام الطائرات بدون طيار أو الدرونز في تهريب العديد من الأشياء كالأسلحة والهواتف المحمولة وأدوات أخرى إلى داخل السجون. وفي الواقع تجد السلطات صعوبة بالغة في السيطرة على الوضع، وعلى الجانب الآخر تعتبر الدرونز من أسهل وأنجح الوسائل المستخدمة في التهريب حاليا، حيث يسهل تشغيلها كما أنها رخيصة الثمن. ومن الصعب أيضا الإمساك بالطائرة أو معرفة الشخص المتحكم بها عن بعد. وكمحاولة للسيطرة على الوضع في إنجلترا، تم إنشاء وحدات مضادة لطائرات الدرون بالإضافة إلى عمل حواجز وأسوار خاصة حول السجون للتشويش على إشارات الدرونز، حيث يعمل النظام على خلق مجال حول حدود المؤسسة لتشتيت الطائرات بدون طيار وإعاقة الاتصال بين الطائرة ومشغلها، ويصل مدى ذلك المجال إلى 600 متر تقريبا. هواتف آيفون. تم اعتقال رجل على الحدود الصينية أثناء محاولة إدخال عدد 94 هاتف آيفون إلى الصين. كان قد قام بلفها على جسده وإخفائها تحت ملابسه، وعلى الأغلب كان يحاول المهرب إدخال هذا العدد الضخم من هواتف آيفون إلى البلاد حتى يتمكن من بيعها فيما بعد. ومن مجموعة الهواتف المهربة كانت هناك هواتف آيفون 6 و 6 بلس، والتي كانت أحدث الموديلات وقت ذاك. وقد سارت شكوك رجال الشرطة حول ذلك الرجل بعدما لاحظوا طريقته الغريبة في السير، حيث كان يمشي منتصبا بشكل مثير للريبة وكأنه إنسان آلي، وهو أمر طبيعي جدا إذا كنت مرتديا درعا من الهواتف الذكية والقيمة وذات الشاشات اللمسية الحساسة. على الفور قام رجال الحراسة بتفتيش حقائب الرجل، ولكنهم لم يجدوا شيئا. ولكن بمروره عبر بوابة كشف المعادن افتضح أمره، وقام بخلع ملابسه ليصيب رجال الشرطة بالذهول، حيث كان يبدو وكأنه مرتديا درعا حديديا مصنوعا من أغلى الهواتف الذكية ماركة أبل. الطيور الطنانة. في أحد مطارات فرنسا تم اعتقال أحد الأشخاص أثناء محاولته تهريب عدد من طيور الطنان مختبئة في بنطالق. وقد لاحظ الحراس أن الرجل كان يتصرف بغرابة وتم تفتيشه ومن ثم اعتقاله على يد ضباط الجمارك الفرنسيين. خلال التفتيش اكتشف الضباط أن كل طائر من الطيور المهربة كان مدسرا في داخل جيوب منفصلة بقطع من القماش لمنعهم من الهرب، وقد قام المهرب بوضع الطيور في ملابسه الداخلية. فيما بعد اكتشف المحققون أن مهرب الطيور هذا كان قد اعتقل من قبل أثناء محاولة تهريب حيوانات صغيرة عبر الحدود. مقعد السيارة. حدثت تلك القصة في عام 2001 على الحدود الأمريكية المكسيكية، حيث تم اعتقال رجل في 42 من عمره يدعى إنريكي أجويلر كونشولا أثناء محاولته عبور الحدود ودخول الولايات المتحدة الأمريكية مختبئا في داخل أحد مقاعد سيارة. قام إنريكي أولا بتفريغ المقعد من حشوته، ثم تركيب إطار خاص حول المقعد كي يتمكن من الاختباء بداخله. للوهلة الأولى لم يكن المقعد مثيرا للشك إطلاقا، وعلى الرغم من كونها فكرة عبقرية وغريبة بالإضافة إلى المجازفة والاضطرار إلى تحمل وضعية الجلوس غير المريحة تلك لساعات طويلة، إلا أن خطة إنريكي لم تنجح في النهاية. فلسوء حظه تم اكتشاف أمره في إحدى المحطات على الطريق قبل أن يتمكن من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. تهريب السجائر.
في بعض الأحيان لا يمكنك أن تتوقع العثور على شيء ما في داخل أشياء معينة، فمن المعتاد أن يخبئ المهربون بضائعهم في الهواتف المحمولة أو في ملابسهم أو في صناديق الشوكولاتة أو حتى في داخل أرغفة الخبز. ولكن بأي شكل من الأشكال لا يمكن توقع استخدام جذوع الأشجار في أغراض التهريب، ولكنهم قد استخدموا تلك الخدعة بالفعل لتهريب كمية ضخمة من عبوات السجائر، وصلت إلى حوالي 25,000 عبوة تمت تخبئتها في داخل 55 جذع شجرة مجوفة تزن مجتمعة 27 طنا تقريبا، وتم نقلها على متن القطار مع بضائع أخرى عادية. وقد اكتشف ضباط الجمارك السجائر المهربة بعد فحص الجذوع، واكتشفوا أن المهربين قد قاموا بتفريغ جذوع الأشجار من الداخل وحشوها بعبوات السجائر ثم إغلاق النهايات بالخشب لتبدو الجذوع وكأنها طبيعية تماما ولا تثير الشكوك. ولكن ولسوء الحظ وعلى الرغم من عبقرية الفكرة إلا أن عملية التهريب قد فشلت في النهاية. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من محاولات التهريب الغريبة والعبقرية تلك قد أدهشتكم أكثر. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.